أنفسا لا يلحقها انكسار. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تجمع على التقوى والحق كلمتنا، وأن تطهر من الكفر والأحقاد قلوبنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا في نفوسنا كراهة لمن أنابوا وتابوا. اللهم ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين، ولا تحول بيننا وبينه يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الكرام الفضلاء، وعن آل بيت نبيك الأطهرين، خصوصا منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أولئك الذين تمسك سواه من الصحابة بتعاليم الإسلام، ومن جملتها سمية عيد الأضحى وذبح الأضحية، فأعطاه الله الفوز في كل من الدنيا والآخرة. اللهم احشرنا جميعا في زمرتهم، واكتبنا يا رب في كنفهم، ولا تجعلنا نحيد عن نهجهم وخطتهم يا أكرم مسؤول ويا أعظم مالك. اللهم انصر أمير المؤمنين حامي حما هذا البلد الأمين، الملك الأمام والمصلح والمحب لشعبه محمد السادس. اللهم انصره نصرة تعز به الإسلام ويرتضق به أمر الخاص والعام. اللهم أحطه بالعافية الوافية من ورائه ومن أمامه. اللهم يا رب احفظه في حاله وفي ارتحاله وفي حركاته وسكناته. وفق اللهم في ولي عهده الحبيب محبوب مولاي الحسن، وفقه في كافة أسرته الملكة الشريفة. اللهم أصلح أحوال المسلمين وفق يده من الخير أجمعين. اللهم احفظنا في إيماننا واجعلنا مصانين في يقيننا، لا نبتغي بغير مبدأ الإسلام بديلا، ولا نريد إلا كتاب الله ظلا ظليلا. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتجاوز عن سلاتنا وهذب أخلاقنا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم والدينا وارحم موتانا، واسلك بنا مسالك الخير، واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولكل من له الحق علينا ولسائر المسلمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.